بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وازواجه الطيبين الاطهار مشاهدينا الكرام ارحب بكم واحييكم في هذا المجلس العطر من مجالس السيرة النبوية الذي أسعد فيه بصحبة كل من الفاضلين الأستاذ مسعود ميات إمام خطيب الجامع الكبير أهلا وسهلا بك بيننا أهلا وسهلا أخي حمسا سعداء بمواصلة المسير وتدارس سيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم <applause> نحن أسعد بهذه المجالس. المباركة والطيبة إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين كذلك سعداء بصحبة ورفقة وتدارس هذا الموضوع مع شيخنا الدكتور الخميسي بزاز الباحث في اصول الدين. ونحن نسعد اخي حمزه بارك الله فيك شكرا الله يسلمك شكرا, شكرا شيخنا اذا مشاهدينا الكرام كنا قد راينا في الحلقه الفارطه كيف كان الصحابه رضوان الله عليهم وارضاهم يتسابقون من اجل تجهيز جيش العسره فهذا عثمان بن عفان ينفق ما ينفق ويضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنه بما انفق هي واحده من المواقف التي ضمن فيها له النبي صلى الله عليه وسلم الجنه، وكذلك راينا كيف سابق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اخاه ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فغلبه ابو بكر، فعقد العزم عمر بأن لا يسابقه مره اخرى. ورأينا كيف جاءه الفقراء وكانوا يبحثون عن وسيله هم كذلك لينفقوا في سبيل الله. استاذ مسعود مياد كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الفقراء الذين لم يستطيعوا انفاق اي امر في سبيل تجهيز الجيش او في سبيل الخروج كيف كانوا يبكون وكيف كانوا يلتمسون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يجد لهم مخرجا او مركبا من اجل ان يخرجوا معه الى هذه الغزوه غزوه تبوك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، تحيه لك اخي حمزه وتحيه للدكتور الخميسي وللمشاهدين والمشاهدات فنقول السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. حقيقة لقد ضرب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أروع الأمثلة في الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش العسرة وتسابقوا في ذلك وتنافسوا وكان كل واحد منهم حريصا على أن يقدم ما يملك وما يستطيع وما يقدر عليه ولا يبخل بأي شيء يمكنه أن يقدمه وحدث بهذا الأمر تلك الصورة الرائعة والجميلة جدا في التنافس والتسابق في الخيرات والتي ينبغي ان تكون هي الانموذج في التنافس الذي اذا ما اردناه ان يكون لا ان يكون تنافسا في ملذات الدنيا وشهواتها ومغرياتها وانما اذا ما اردنا ان نتنافس واردنا ان نتسابق فليكن تسابقنا كتسابق الصحابة في طاعة الله. فليكن تسابقنا كتسابق الصحابه في الاستجابه لامر رسول الله صلى الله عليه الله وسلم الله. فهو فهذا هو التنافس الحقيقي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كما قال الله عز وجل هنالك فئه اخرى من هؤلاء الصحابه الذين لم يكن عندهم شيء يمكنهم ان يقدموه فهم فقراء وهم بسطاء ولكن ايمانهم قوي وارادتهم في الاستجابه لامر الله عز وجل قويه كذلك ولكن عندما ينظرون الى ما في ايديهم لا يجدون شيئا ويبحثون عن راحله فلا يجدون يبحثون عن شيء يقدمونه فلا يجدون فتتالم قلوبهم ان يكونوا متاخرين عن اولئك الذين ينفقون باموالهم وينفقون بما يقدرون وهنا ياتون بعض منهم ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر له عن هذه الرغبه وعن هذه الاراده وهو ان يخرج معه وان يرافقه في هذا الجهاد وان يستجيب لامر النفير العام والخروج فياتوا فياتون اليه من اجل ان يجد لهم حلا ان يجد لهم دابه ان يجد لهم ابلا تحملهم معه صلى الله عليه وسلم حتى لا يكونوا من المتاخرين. ولا من المتخلفين وهذا المجيء إنما كان دافعه الأساس هو الرغبة في عدم التأخر عن أولئك الذين سبقوا وأنفقوا واستجابوا لأمر, لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفعل ينظر النبي صلى الله عليه وسلم يبحث علّه يجد شيئا يحملهم عليه ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يجد شيئا ويخبرهم بذلك بأني لا أجد ما أحملكم عليه هنا تنفجر دموعهم أو تنفجر عيونهم دمعا دمعا حارا معبرا عن حزن مختزن في قلوبهم وهو ذلك التخلف والتأخر وعدم مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تواجدهم معه صلى الله عليه وسلم فتفيض دموع تفيض عيونهم دمعا معبرين عن ذلك الحزن الذي يختلج صدورهم وقلوبهم وهنا ينزل القران الكريم مواسيا لهم وناقل الينا هذه الصوره التي علينا ان نتشبه بها او علينا ان او على الذي لم يجد ما ينفق ان ان يتجسدهم او ان يتشبه بهم يقول الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ولرسول إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ثم قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون هم يبكون لأنهم لم يجدوا ما ينفقونه في تجهيز جيش العسرة هم يبكون لأنهم لم يستطيعوا أن يدركوا أولئك الذين تصدقوا وأولئك الذين أنفقوا وأولئك الذين تسابقوا هم, يب... هم يبكون لأنهم أدركوا بأنهم قد تأخروا بأعمالهم عن أولئك السابقين ولكن القرآن الكريم ها هنا ينظر إلى قلوبهم فهم تاخروا باعمالهم ولكن قلوبهم وجوارحهم ومشاعرهم واحاسيسهم كلها مع رسول الله ومع صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن هذه الايه الكريمه وهذا الموقف الكريم هو عزاء لكل انسان قد قلت حيلته ولم يجد في يديه ما ينفق به ولم يجد بين يديه ما ينفع به اخوانه ولم يجد بين يديه ما يسابق به اصحاب الاموال، وما يسابق به المتصدقين، وما يسابق به اهل العلم، وما يسابق به المجاهدين، وما يسابق به غيرهم من اصحاب الفضل، هاهنا يكفي ان يكون قلبك متحرقا، وقلبك متالما انك لم تكن معهم، وهاهنا الله عز وجل يعطيك من الاجر مثل ما اعطاهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو يصف لنا اولئك الاربعه نفر الذين احدهم اعطاه الله عز وجل مالا وعلما والاخر اعطاه الله عز فهو يتصدق بماله بما فتح الله عز وجل عليه من علم والاخر اعطاه الله عز وجل علما ولم يعطه مالا فهو يقول لو كان لي من المال لفعلت مثل ما فعل فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الاجر سواء يعني ننظر الى اجر النية وأجري الإرادة وأجري احتراق القلب على أنك لم تكن من أولئك المتصدقين أو من أولئك القارئين للقرآن أو من أولئك المجاهدين أو من أولئك المرابطين أو من أولئك الذين يفعلون بأبواب الخير يكفي أن يكون لك حرقة في قلبك تدفعك إلى ذلك وهذا الشيء هو الذي دفع رجل صحابي جليل يقوله أبو ضمضم عندما رأى الناس يتسابقون وهو لم يجد ما ينفقه ولم يجد ما يقدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل قام فصلى ثم رفع يديه إلى الله عز وجل وقال اللهم إن نبيك قد حث وأمر بتجهيز جيش العسرة وإني لا أجد ما أنفقه اللهم إني قد تصدقت بعرضي على كل من ظلمني أو سبني أو شتمني في صبيحة ذلك في اليوم الموالي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اين ابا ضمضم؟ فيقول ها انا ذا يا رسول الله، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد تقبل الله صدقتك وجعلها صدقة من الصدقات. يعني هو لم يجد شيء يقدمه ولكن اراد ان ينفع ان ينفع اخوانه حتى في ان يخفف عنهم المظالم التي وقعوا فيها اتجاهه فاسقطها عنهم عله بذلك يساهم بهذه المساهمه في نفع هذا الجيش في نفع هذه الامه في نفع اخوانه طالما انه عجز ان ينفعهم بمال او عجز ان ينفعهم بسلاح او عجز ان ينفعهم ببدن ها هو يدرك بانه قد يكون من اولئك من ظلمه بغض النظر عن قصد او عن غير قصد فها هو يسقط تلك المظلمه عنهم وبذلك يكون عونا لهم على طاعه الله، عونا لهم على التوفيق في جهادهم وفي سعيهم وفي نفقاتهم وفي غير ذلك، ملخص هذه الاحداث وهذه المواقف العظيمه وهي ان الانسان يمكنه ان ينال الخير باي شيء يستطيعه ولو بالنيه. يمكنك ان تسابق اولئك الـ 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 الذين سبقوا في الصدقات وسبقوا في العلم وسبقوا في الجهاد وسبقوا في قوه البدن في ان يكون ايمانك ايمانا قويا، ان تكون ارادتك في نفع الناس وفي نفع الامه وفي نفع غيرك ان تكون اراده قويه تبتغي من ورائها الاجر، تبتغي من ورائها الثواب، وما اكثر هذه النماذج الموجوده عندنا، هم عاجزون. لا يستطيعون ان يقدموا شيئا بايديهم ولا باموالهم ولكن الله عز وجل اعطانا لسان ندعو به لاخواننا، الله عز وجل اعطانا قلب نتمنى به الخير لاخواننا، الله عز وجل اعطانا اشياء يمكننا ان ننفع بها الناس ولو ان كف شرنا عنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كف شرك عن الناس فهو لك صدقه. ان تمسك شرك واذاك عن اخوانك فهو صدقه من الصدقات، ابواب الخير كثيره متعددة ومتنوعة ولا مجال لحصرها ولا لعدها والله عز وجل كل فتح له بما يقدر عليه وكل ميسر لما خلق له فليبحث الواحد منا عما أعطاه الله عز وجل وال يأخذ منه ما ينفع به غيره وما ينفع به أمته وما ينفع به مجتمعه ولو أن يسخط بعض المظالم التي كانت له على إخوانه نفعا لهم لأنهم يراهم على ثغر ويراهم ينفعون غيرهم وهذا الذي فعله ابو ضمضم رضي الله عنه وارضاه شكرا استاذ مسعود مياد دكتور الخميسي بالزاز هذا ما فعله الصحابه رضوان الله عليهم وارضاهم في التسابق لتجهيز جيش العسره ومن هنا كذلك تاتي تلك الكلمه التي حفظناها عن المشايخ والاباء والامهات زينوا نياتكم فهذا هو موضوع أبا دمضة. الآن هذا الجيش جهز ويستعد للخروج لكن قبل أن نتحدث عن الخروج نتحدث عن التجهيز عن العدة والعتاد وعن تطورها سواء في العدة أو العتاد وبعدها في المسير بارك الله فيك أستاذ حمزة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تحية لك أخي حمزة وتحية الأستاذ مسعود وتحية للإخوة والأخوات المشاهدين الكرام نحيي الجميع فنقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحقيقة هذه الصور التي كنا نستمع إليها صور رائعة جدا في العطاء والبذل واشتان بين صورة هؤلاء الصادقين الذين لم يجدوا ما يبذلون فبذلوا المظالم التي اصابتهم في سبيل الله تعالى فاحتسبها الله عز وجل صدقه عظيمه وذكرهم الله عز وجل في القران الكريم وقبل اعذارهم بل بشرهم النبي عليه الصلاه والسلام بانهم ينالون من الاجر مثل ما نال اولئك الذين خرجوا معه الى تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم كما راينا في هذه الغزوه امر الجميع بان يتجهز للخروج، لم يكن الامر على الخيار بل كان امر النفير امرا عاما لكل الناس ولاجل هذا طلب من الجميع ان يتجهز بماله ونفسه ومن هنا فقد بدا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحشد لهذا الخروج الكبير جدا الذي قلنا بانه خروج طويل في المسافة ظروف صعبة جدا ولكن الأخطر من كل ذلك هو ذلك العدو الكبير الذي تجهز وينتظر المسلمين في مشارف الشام هذا هذه الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام تلقفها صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام بمحبة وبتضحية كبيرة جدا ورأينا كيف أنهم بذلوا أفضل ما يملكون في سبيل الله عز وجل وكان في النهاية الجيش الذي تجهز مع النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم للخروج قد بلغ ثلاثين ألف رجل وهو عدد لم يسبق أن عرفته المدينة المنورة والجزيرة العربية من العرب جيش بهذه الضخامة لم يحدث استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هؤلاء الناس يجهزون نحو 12 ألف بعير و ألاف من الفارس حصان يتجهز ويجهزون معهم مع هذه الاعداد يتجهزون بالمؤونه التي يجب ان تمولهم الى ان يصلوا الى هذه المسافات البعيده، وكما ذكرت استاذ حمزه نلاحظ هذا التطور الكبير جدا في اعداد جيش المسلمين. هذا الجيش المسلمين منذ السنة الثالثة السنة الثانية للهجرة خرج في بدر وتعداده 314 الرجل فرسان فقط خرجت مع هذا الجيش الذي خرج في غزوة بدر يعني السنة الثانية للهجرة نحن نتحدث على على هذا التطور في غضون سبع سنوات بعد ذلك بعد ذلك هذا الجيش يخرج إلى مكة المكرمة وتعداده عشرة ألاف رجل قبل ذلك بسنة خرج خالد بن الوليد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تخوم الشام وعدد الجيش الذي خرج معه ثلاثة آلاف رجل فقط ورأينا كيف أن المعركة التي لم تكن متكافئة قد جعلت المسلمين يعودون من هذا الخروج متأثرين تأثر معنوي كما رأينا ذلك عندما عاد الجيش إلى المدينة ولكن انظر إلى هذه النقلة في الأعداد فعدد أفراد الجيش تطور في ظرف سبع سنوات إلى مئة ضعف إذا قارناه ببدر ولكن إذا قارناه ب الخروج إلى مكة المكرمة فهو ثلاث أضعاف وإذا قارناه بالخروج الأول في ملاقاة الروم فقد تطور إلى عشرة أضعاف وهذا جيش بموازين ذلك الزمان كان جيشا معتبرا وكبيرا جدا إذا النبي صلى الله عليه وسلم جهز لهذه الغزوة الكبيرة لهذه المواجهة التي كانت تبدو بأنها حاسمة ومصرية جيشا كبيرا جدا لم يسبق وأن تم تجهيزه في مثل هذه المناسبات شكرا أستاذ الخميسي بزاز أعود إليك الأستاذ مسعود مياد هذا الجيش تطور تطورا كبيرا من بدر إلى تبوك صح. من ناحية التعداد من ناحية التنظيم ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في منهجية إدارته للجيش كذلك فيه التطور منهجية بدأها في بدر وواصل عليها في كل غزواته ففي هذه الغزوة كذلك قسم الألوية على الصحابة نود أن نعرف حكمة من توزيع الألوية على أشخاص معينين ومن هم الذين عقد عليهم الألوية والعزم نعم حقيقة جيش هو كبير جدا ثلاثين ألف جيش كما ذكر الدكتور لم تشهد شبه الجزيرة العربية من قبل فما استطاعت قبيلة من القبائل ولا بطن من أي بطن من بطونها أن يجمع هذا العدد الكبير تحت راية واحدة وتحت قيادة واحدة وفي ظروف صعبة وصعبة جدا ولمواجهة جيش بمثل جيش الروم الذي كانت العرب كله تهابه وكله والكل يخشاه. جدير بالذكر ان الشيء الذي ان هذا العدد الكبير من الجيش اولا يعكس دخول الناس في دين الله عز وجل افواجا ويعكس كذلك دخول بعض الناس في هذا الجيش او في هذا الدين انما نفاقا. لأنه أدرك بأنهم لا قبل لهم على مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم فبعض منهم دخلوا طمعا والبعض دخل خوفا والبعض دخل لأغراض دنيوية أخرى فهذا الجيش الكبير جدا هو نتيجة حتمية لانتشار الدعوة ودخول الناس في دين الله ودخول البعض علّه ينال ببعض أغراض الدنيا منها والبعض الآخر علّه دخل في هذا الجيش إنما إرادة منه في إحداث فتنة وإحداث بلبلة وإحداث زعزعة لهذا الجيش لذلك يعني تأتي, تأتي غزوة تبوك والخروج إليها من أجل أن تكشف هؤلاء الناس نحن نتكلم عن من خرج خرج ثلاثون ألف طيب كم من الذين بقوا؟ بقوا هناك مرضى بقوا هناك ضعفاء بقى اولئك الذين لم يجدوا ما ينفقون ففيه عدد لا باس به قد بقي في المدينه المنوره فنحن نتكلم ربما عن عدد يفوق ال 30 الف من ال 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 الذين دخلوا في في, في دين الله عز وجل تاتي هذه الغزوه من اجل التمحيص من اجل الاختبار من اجل الامتحان أجل ذلك كما ذكرنا من قبل انها سميت بالفاضحه وبان الذين الل خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اغلبهم من المؤمنين ولكن هنالك بعض المنافقين الذين كانوا فيهم وهنا وسنتكلم عن بعض المواقف التي تكشف على انه قد خرج بعض اولئك المنافقين في هذا الجيش سواء وهم ذاهبون الى تبوك او وهم قافلون وراجعون منها الى المدينه المنوره كعادته صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ان ينظم جيشه قبيل كل خروج ان يحدد المسؤوليات، ان يحدد الوظائف، ان يعطي الرايات ويعطي الالويه، اعطى لواء الجيش كله لابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، فهو الذي كان يحمل اللواء. لواء هذا الجيش بكل تشعباته، بكل فروعه، بكل اقسامه. ثم بعد ذلك اعطى الرايه رايه الجيش للزبير بن العوام. رضي الله عنه وارضاه. ثم بعد ذلك قسم الرايات على حسب البطون إن صح التعبير فأعطى أسيد بن حضير راية الأوس وأعطى أبا دجانة راية الخزرج وقسم للبطون الأخرى راياتها جدير بالذكر أن هذا الجيش هو ليس مكون من المهاجرين والأنصار وفقط الذين كانوا يقطنون المدينة المنورة التحق بهم من جاءوا من مكة المكرمة تحقت بهم بعض القبائل التي كانت دخلت في دين الله عز وجل فهو خليط من كل القبائل العربية إن صح التعبير وكل قبيلة إلا ولها لواؤها ولها رايتها وهذا الأمر إنما هو تنظيمي وليس من باب من باب التقسيم الجهوي او التقسيم العرقي او التقسيم يعني الذي يبنى على امور من شانها ان تحدث اختلافا، لا، وانما من باب ان كل قبيله يحمل لواءها أحدا منها حتى يكون هو مسؤولا عليها وتكون تحت إمرته لأن التحكم في جيش بهذا العدد ثلاثين ألف صعب جدا وهذا الدرس كنا قد تعلمناه في أولئك الذين أباحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع الغنائم أو يرجع السبي إلى هوازن فقال إنا لا نعلم من رضي منكم من من لم يرضى فارفعوا إلي نقباءكم فكل هؤلاء يعني كل فريق منهم يبعث من يمثله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا التقسيم انما هو تقسيم تنظيمي حتى يسهل التحكم في هذا الجيش وحتى يسهل توجيهه وبدل ان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع كلهم يتكلم مع حاملي الرايات ويتكلم مع حامل اللواء الذي هو بدوره يوزع التوجيهات على هؤلاء الذين يحملون هذه الألوية وهم بدورهم يعطون توجيهاتهم لمن هم مسؤولين عنهم وبذلك يكون الجيش جيشا منظما ومضبوطا وكل بطن من بطون هذه القبائل له من يحمل رايته وله من يستميت من أجل الدفاع عنها ويأبى سقوطها لأن سقوطها انما هو دلاله على سقوط وانكسار ذلك الجيش او انكسار ذلك البطن من البطون المكونه لهذا الجيش وتكلمنا عن معنى وقيمه هذه الرايات سابقا وانها امور رمزيه تعكس رمزيه ذلك الجيش ورمزيه ربما الوطن وهذه المعاني كلها والا فان لا احد يقول بانهم كانوا يقدسون تلك الرايات كانوا يعبدونها وكانوا يشركون الله عز وجل فيها وإنما هي رايات تعكس رمزية وحدة الجيش ورمزية صموده ورمزية بقائه إذ بسقوط تلك الألوية وتلك الرايات إنما هو سقوط لذلك الجيش والاستماتة من أجل عدم سقوطه إنما هو استماتة في بقاء الجيش وصلابته ومتانته شكرا مياد أعود إليك أستاذ الخميسي بالزهز. رأينا كيف أن الجيش تطور عده واعتادا راينا كيف خرج الصحابه رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نظم النبي صلى الله عليه وسلم شانه وامره من خلال الالويه والرايات كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظم امر المدينه ومكه فاستخلف فيها من يقوم على امرها في المدينه واستخلف من يقوم على امر مكه. فكيف كان هذا الامر امر الاستخلاف وكيف حاول المنافقون زعزعه من خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم لاداره شان المسلمين كعهده في كل غزوه من الغزوات. بارك الله فيك استاذ حمزه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم إيه كلما اراد ان يخرج من المدينه كان يستخلف عليها شخصا وراينا الغايات الكثيره التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها من وراء هذا الاستخلاف من تربيه وتكوين للقاده ولكي يدير مساله اداره شؤون الناس بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فكان كل مره يختار شخصا تختلف اسباب الاختيار بالنظر الى التركيبه الاجتماعيه التي يكون عليها المجتمع المسلم فاحيانا يختار من المهاجرين واحيانا يختار من الانصار واحيانا يختار من مختلف القبائل حتى يكون نخبه تستطيع بعد ذلك ان تقود واختار النبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يخرج في هذه الغزوة اختار محمد بن مسلمة رضي الله عنه ليكون على المدينة المنورة استخلفه على العاصمة لأننا نتحدث على عاصمة المسلمين نعم نتحدث على عاصمة المسلمين يستخلفه على المدينة المنورة أي أنه هو الذي يتولى شؤونها في غياب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن اللافت استاذ حمزه ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه التي ندب الناس الى الخروج اليها وامرهم بان يتجهزوا الى الخروج اليها وان لا يتخلفوا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، طلب من علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو من هو قدرا ومنزله ومكانه بان يتخلف عن الخروج وجعله النبي صلى الله عليه وسلم يخلفه في على النساء والضرار ولكن السنه الشر حاولت ان تفهم عليا رضي الله عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا الكل الى الخروج وكل والذين لم يخرجوا ذهبوا اليه لكي يستاذنوه سواء كانت هذه الاذنات حقيقيه او مصطنعه كما فضح القران الكريم بعد ذلك كثيرا من الناس الذين جاءوا باعذار واهيه ولا قيمه لها حاولوا ان يقولوا لعلي رضي الله عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم انما تركك لانه يستثقل وجودك ضد وسط الجيش وانظر إلى آه ألسنة السوء والشر كيف يمكنها أن, 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 تحاول إفساد ذات البين حتى بين علي بن أبي طالب الذي تربى في بيت النبوة وهو زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول غلام أسلم هذا الذي لم يسجد إلى صنم مع ذلك حاول هؤلاء الناس أن يفسدوا عليه تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بامر رسول الله عليه الصلاه والسلام فتجهز ولحق بالنبي عليه الصلاه والسلام بعد ان خرج الجيش على بعد اميال وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وحدثه بما الذي يختلج في نفسه وبما الذي يسمعه من الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جميلا وشهاده رائعه جدا. يجب ان توضع في سياقها وان لا تخرج منها كما حاول بعض الناس ان يخرجها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الا ترضى يا علي ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي. موسى عليه السلام عندما خرج للقاء ربه أخذ معه مجموعة أخذ معه سبعين رجلا ولكنه لم يأخذ معه هارون رغم أن هارون كان نبيا وهو أفضلهم بدليل أنه لما وقعت الردة في تلك ال في في تلك الحرب قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما هما موسى وهارون ولكنه مع ذلك خلفه ولم يجعله يذهب قال له ولكنه لا نبي بعد أي أن الأمر الذي يختلف بينك وبين هارون أن هارون عليه السلام نبي وأنت لست نبيا لأنه لا نبي بعد رسول الله ولكن مقامك رفيع جدا عندي إنه كمقام هارون من موسى عليه الصلاة والسلام ولا شك أن هذه العبارات الجميلة من النبي صلى الله عليه وسلم قد أذهبت كل ذلك الحزن والاسى وذلك الخوف الذي ملا نفسيه علي رضي الله عنه وهو يستمع الى تلك الاراجيف التي حاول المنافقون ان يتحدثوا بها عن طبيعه هذا التاخير الذي حدث لعلي رضي الله عنه فرجع رضي الله عنه قرير العين باختيار النبي عليه الصلاه والسلام وادرك بان تلك القاله التي قالها الناس انما هي شر اريد به افساد ذات البين واحداث الشقاق وسط المسلمين فهذا الذي حدث مع علي رضي, رضي الله عنه ولكن يجب ان نضع هذا الحديث في سياقه ولا نعطيه ما اعطاه بعض الناس الذين حاولوا ان يحملوه ما لا يحتمل من المعاني شكرا دكتور ميسي بزاز أستاذ سعود مياد ونحن نرى الذي حدث مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مع منزلة هاته من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وبأنه والد ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وزوج ابنته وكيف فعل معه المنافقون ما فعلوا كيف يمكن أن نقف عند هذا الدرس ونتخذ منه العظات والعبر نعم جزاك الله كل خير حقيقة هو موقف يحتاج إلى عدة وقفات إضافة إلى ما تكلم به الدكتور أه الأمر الأول لننظر إلى تأثير هذا الكلام على علي وما أدرك ما علي كدلالة على خطورة أه أن يلوك الناس بعض الكلمات وبعض بعض التحليلات المرجفة ومدى تأثر الإنسان مهما كانت صلابته من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وهو يصل حال المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلال خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم كثرة الكلام عن بعض المعاني من شأنها أن تؤثر شأنها أن تجعل الإنسان يشك تجعل الإنسان يتردد وها هو علي وما أدراك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبقيه على أهله ولكن كثرة الكلام أحزنه بأنك تركك استثقالا تركك يعني لا, لا يريدك أن ترغب أن, أن, تخرج معه لأنك ستثقله في الطريق جعلته يعني إن صح التعبير وإن جاز لي أن أقول يعني يترك أهل رسول الله الذين أتمنهم رسول الله عليه ويلحق به حتى يزيل هذا اللبس حتى يا رسول الله لقد قال الناس إنك تركتني استثقالا لي فقال له ما تكلم به الدكتور سابقا ما أردت أن أقوله لننظر إلى هذا الكلام ومدى خطورته ومدى تأثيره في علي وما أدراك ما علي إذا كان علي وتأثر بهذا الكلام فما بالك بمن هم دونه من الناس فما بالك بمن هم أقله منز أقل منه منزلة وما يمكن لهذا الكلام أن يحدثه في أولئك الذين دخلوا في الإسلام وهم حديث عهد بالإسلام وما يمكن أن يحدثه هذا الكلام في أقوام لا علاقة نسبية بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل تربى في حجر رسول الله وأول من أسلم من الصبيان وهو زوج ابنته وأبو سبطيه ومع ذلك تأثر بذلك الكلام وجعله يخرج ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يزيل اللبس وحتى تتضح له الصوره في الكلام الذي يلوكه بعض الناس من شانه ان يؤثر ومن شانه ان يزلزل ولكن على الانسان ان يصم اذانه ما استطاع طالما انه متيقن من نفسه ومن ومن على حالة علي ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينبغي لأي كلام أن يشكك الناس في مبادئهم في قيامهم في أخلاقهم في سلوكاتهم وأن يشككهم في علاقاتهم مع أصدقائهم ومع يعني شخص أنت تعرفه منذ سنوات وتثق فيه ولك معه تجارب ولك معه أسفار ولك معه ثم يأتي أناس معينين في كلام يجعل قلبك يتغير ويجعل موقفك يتغير ويجعل وأنت لا تدرك خلفيات ودوافع هؤلاء الناس مثلما فعلوا مع علي بن أبي طالب الأمر الآخر وهو علي بن أبي طالب استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه لغرضين اثنين الأمر الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرج عن المدينة المنورة مدة طويلة يغيب عنها مدة طويلة مدة خمسين يوم كل الصحابه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي سوف يبقى في المدينه احد رجلين اما رجل معذور واما منافق فالمدينه سوف تعج بالنفاق ويطغى فيها النفاق حال غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اغلب المؤمنين الصادقين الموحدين خرجوا فمن الذي سوف يبقى في المدينه سوف يبقى اولئك المنافقون ذلك كعب كعب بن مالك كما سوف نتكلم عن قصته يقول وهو يمشي في ازقه المدينه عندما يلتفت يمنه ويسرى اما ان يجد رجلا معذورا يعني بلغ من الكبر ما بلغ او انسان مريض او يجد رجلا منافقا. طيب فلنا ان نتخيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الصحابه قد خرجوا من المدينه ولم يبقى فيها احد قائم على شان بيته. هل اولئك المنافقون سوف يمسكون ألسنتهم عن بيت رسول الله ألا يفكر أولئك المنافقون أن يؤذوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك وبلا ريب أنها فرصة سانحة لهم في أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وبيته هو بيت النبوة نحن لا نتكلم عن أي بيت من الذي سوف يكون مانعا لهذا الإيذاء من الذي سوف يكون مانعا لهذه المحاولة إن أريد لها أن تكون لا أحد أكفأ من علي بن ابي طالب لقربه الله من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زوج ابنته وهو اقرب الناس الى اهله فالذي يمكنه اذا او الذي له قدره اكثر من غيره على حمايه بيت النبوه من السن المنافقين ومن اعتداءاتهم ومن ما يمكنهم ان يفكروا فيه من ما لا يعلمه الا الله الذي له قدره على ذلك انما هو علي بن ابي طالب من اجل ذلك وقع الاختيار على على علي 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 بن ابي طالب وما قصه حادثه الافك ليست ببعيده والتي زلزلت المدينه وزلزلت بيت النبوه فكان من فكان حلي برسول الله ان يستخلف على اهل بيته من يحميهم من اولئك الذين تعج بهم المدينه من المنافقين ومن غيرهم شكرا أستاذ مسعود مياد أعود إليك الدكتور الخميسي بالزاز لنتحدث عن قصة أخرى من قصص اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أبو خيثم كذلك يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا أبو ذر الغفاري يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فما قصة لحاقهما بسيد الخلق في هذه الخسوة الحقيقة ان سبب تخلف الشخصين يختلف فابو خيثمة رضي الله عنه صحابي جليل من من الصادقين وقد تخلف عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يملك عذرا في هذا التاخر وكان يمني النفس كل يوم بان يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مرت عليه عشرة أيام كاملة وهو لا يخرج من المدينة ليلحق بجيش المسلمين وذات يوم رجع إلى بيته دخل بستانه فوجد بأن زوجته أو زوجتين من زوجاته قد أعدت كل منهما عريشها وجعلت المكان يحلو للجلوس بإعداد ما ما يشتهي الرجل من من طعام ومن متكئ وفي هذه اللحظة بالذات في هذه اللحظة بالذات أبو خيثمة يقول أنا ها هنا أنعم بهذا الظل الظليل وبهذا الطعام وبهذه الأجواء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القض في ذلك الحر الشديد فقال لزوجتيه والله لا ادخل العريشه ولا استظل وطلب منهما ان يجهز له ما يحتاجه الى سفره وفعلا تجهز الى السفر وشق طريقه خلف رسول الله عليه الصلاه والسلام يريد ان يدرك النبي عليه الصلاه والسلام وجيش المسلمين وفعلا قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أو هو يقرب من الوصول إلى تبوك لأننا إذا حسبنا المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم ذهابا وأوبة ومعسكرا نجدها خمسين يوما بالتمام والكمال بقي النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوما معسكرا في ذلك المكان ومدة الشهر قطعها النبي صلى الله عليه وسلم ذهابا واوبة فاذا ابو خيثمه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو على مشارف تبوك فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم بان رجلا يقدم من بعيد لوحده فقال لهن قال النبي صلى الله عليه وسلم كن ابا خيثمه كن ابا خيثمه يعني الناس لم تستطع ان تميز من من القادم من بعيد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ان يكون ابا خيثمه وقال له كن ابا خيثمه، وفعلا قدم ابو خيثمه على النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذر من رسول الله عليه الصلاه والسلام على هذا التاخر، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اما انه اولى بك، يعني اولى بك هذا الذي فعلت اي انك كنت على خطر كبير بسبب تخلفك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وسنرى آه بعد كيف ان كثير من الايات تنزلت لكي تفضح اولئك الذين تخلفوا عن رسول الله ورضوا بان يكونوا مع الخوالف اولئك الذين طبع الله على قلوبهم فاعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وقابل منه هذا الخروج المتاخر ورضيه عنه. اما ابو ذر رضي الله عنه فانه تخلف بسبب الجمل الذي كان يريد ان يحمله فذلك الجمل تاخر به ولم يستطع ان يسير مع الركب مع ركب المسافرين فتركه واخذ متاعه وسار على قدميه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سأل في الطريق عن واحد من الصادقين قال ان يكون فيه فيه خيرا يلحق به يلحق بنا ان يكون به خيرا يلحق بنا وان لم يلحق بنا فليس فيه خير الحقيقه هذه اشاره كبيره جدا وجاء ابو ذر يسير على قدميه يسير على قدميه يلحق بجيش المسلمين في تلك الصحراء في تلك الظروف الصعبة جدا، فقال له النبي صلى الله فقال قيل النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا يقدم من بعيد يسير على قدميه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كن ابا ذر، وفعلا كان ابو ذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة شهيرة جدا، تحدثت عن ابي ذر عن حاله ومآله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أبا يرحم الله أبا ذر يسير وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا وسبحان الله في وقت سيدنا عثمان رضي الله عنه وقعت فتنة واعتزل أبو ذر الناس ومات في بيته ولم تغسله إلا زوجته وخادمه وترك رضي الله عنه على قارعة الطريق حتى مر الناس يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول وقفوا على سرير السرير الذي وضع عليه في الطريق لانه يجب ان يدفن فيقول ابن مسعود رضي الله عنه لما سال من من هذا الميت فقيل له ابو ذر فقال صدق رسول الله عليه الصلاه والسلام وتذكر الحديث ودفن صلى عليه ابن مسعود ودفن رضي الله عنه من طرف أولئك القوم الذين مروا على ذلك المكان وهذا يدل على أن المصطفى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قد فتح الله عز وجل عليه كثيرا من الحجب في هذه الحياة الدنيا ورأى مصير كثير من الأشياء إلى أين تقول كما سنرى ذلك في بعض القصص التي وقعت في أثناء هذه الغزوة فإذا هذا الذي حدث مع أبي ذر وأبو خيثمة رضي الله عنهما شكرا, شكرا الله. شيخنا دكتور الخميسي بزاز أعود إليك الأستاذ مسعود ميات حكم وعظات وعبر نستخلصها من هذا اللحاق كيف كان تقاعس ثم كيف كان المسير سبحان الله مغير الأحوال مقلب القلوب بين حال وحال نعم جزاك الله كل خير حقيقة الكلام عن هاتين القصتين قصة أبي خيثمة وقصة أبي ذر تحتاج منا إلى وقفات كثيرة جدا لا أحسب أن الخمس دقائق تكفيها ولكن لا بأس من أن نقف عند بعضها قصة تخلف أبا خيثمة هي نموذج لأناس يصلون متأخرين وهم بلا شك وبلا ريب خير من أولئك الذين لم يصلوا أناس في هذه الغزوة ثلاثة أصناف من المؤمنين اسم لحق وخرج كان من أول الخارجين مع رسول الله <applause> الذين بادروا بالخروج ولم يتخلفوا ولم تراودهم اي فكره في البقاء او في التخلف، وبالفعل كانوا من السابقين وكانوا هؤلاء اغلب الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. قسم هو من المؤمنين ومن الصادقين، ولا يشك احدهم في صدقهم وفي ايمانهم، ولكنهم تخلفوا ولم يخرجوا حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الثلاثه الذين خلفوا الذين سوف نتكلم عنهم. قسم ثالث يمثله أبو خيثمة وهو أنه لم يكن من من الخارجين أول الخروج ولم يعد عدة لذلك ولم يعزم على ذلك الخروج ولم ينتبه لخطورة التخلف حتى صار الجيش مدة عشرة أيام ثم تنبه واستفاق عندما تنبه واستفاق أخذ القرار بضرورة اللحوق وبضرورة الخروج حتى وإن سار لوحده في تلك الصحراء القاحلة، حتى وإن ترك بعض المغريات والشهوات التي هي خلفه، ولكن الأهم في كل الموضوع أنه اتخذ قرارا بالخروج. وخرج ولحق ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء النماذج الثلاث نجدهم عندنا في واقع المسلمين. أناس مبادرون، متقدمون، سابقون. لا يتأخرون عن هذه المواقف لا يتأخرون عن هذه المشاهد لا بأقوالهم ولا بأفعالهم ولا بأموالهم ولا بأي شيء وأناس آخرون مؤمنون لا نشك في إيمانهم ولكنهم بعيدون ومتقاعدون ومتكاسلون وناؤون عن أنفسهم عن كل ما يفيد الأمة وعن كل ما ينفعها وأناس دائما يأتون متأخرين واستفاقتهم تكون متأخرة ولحاقهم يكون متأخر، هم في كل خير ولكن بلا شك وبلا ريب أن أولئك السابقون والمبادرون هم أفضل من أولئك الذين لحقوا متأخرين وهم وهؤلاء الذين لحقوا متأخرين بلا شك هم أفضل من أولئك الذين تخلفوا ولم يتحركوا ولكنهم هذه هي الأمة، الأمة ليست على قلب رجل واحد فنجد فيها هذا ونجد فيها هذا ونجد فيها هذا ولا يمكنها ان تكون على قلب رجل واحد ولو كانت على قلب رجل واحد لكان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانت الامه استاذ مسعود نعم. بالنسب تواجد هؤلاء نعم. الناس جزاك الله كل خير نعم. اين تقف اكبر نعم. كتله من نعم. الامه نعم. من هؤلاء الناس نعم. تكون وضعيه الامه صحيح هي تعكس حقيقه الامه تعكس حقيقه الامه نعم. زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت نعم. الاغلبيه الساحقه السابقين من السابقين, نعم. من السابقين. نعم. كلما انقلبت هذه النسبه صحيح صحيح في حياه الامه كلما نعم كان وضع الامه مترديا نعم بحسب هذه النسب في الحياه يعني كلام رائع وجميل جدا حقيقه الامه في ذلك الوقت كانت في قوتها اغلبهم من السابقين مع رسول الله عندما نعد المتخلفين كم او الذين أو أربعة يعني لا 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 يكادون يذكرون يعني نعم ثلاثه تخلفوا وهم مؤمنون صادقون لا يشك أحدهم في إيمانهم وإثنان إذا ما أضفنا أبا ذر يعني لحقوا في الطريق كانت الأمة في في أوجها ولكن ماذا لو عكسنا ماذا لو عكسنا الأمر وأصبح أولئك المتخلفون هم غالبية الأمة صحيح هنا الكارثة أو غالبية الذين يلحقون متأخرين هم غالبية الأمة هنا المشكلة فنريد على الأقل أن نعكس حال الامه الان يكون اغلبها من المبادرين من السابقين المبادرين للاستجابه لامر الله ولامر رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، شكرا استاذ مسعود مياد، شكرا لك الدكتور الخميسي الأستاذ مشاهدينا الكرام نختم بهذا الكلام الجميل، اللهم اجعل هذه الامه من السباقين الى الخير والمسارعين اليه واجعل تكتلهم في هذه الجهه لا في الجهة الأخرى إلى أن ألقاكم مع مجلس آخر من مجالس السيرة النبوية لمواصلة التدارس والحديث عن بقية المحطات من هذه الغزوة أشكركم شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته